نخرجوا ليها ديريكت ديريكت، يعني نمشيو ليها مباشرة بلا همزة. الهمزة كتعرفوها هي اللي في اللغة العربية فيها الزيكزاك، كتدور هك وهك، ما كاين لا همزة ولاهم يحزنون، كاين المد، كل المد في اتجاه الصراحة، في اتجاه الوضوح. الحلقة الأولى بسم الله على بركة الله، الحلقة الأولى من البرنامج الإذاعي الأسبوعي ديريكت، ولكن السمية ديالو هذا غير اسم الدلع، السمية ديالو هي نخرجوا لها ديريكت. اليوم السبت 4 مارس 2023، كنطلقوا بهذا التأخر البسيط لدليل أننا كنا كنوجدوا هذا باش نبداو الحلقات كل يوم السبت مع الحداش. نقاشات ومرافعات مفتوحة بمشاركة أساتذة محامين ومتخصصين، لكن الرئيسيين جوج المحامين مفوهين كما كنقول في اللغة العربية لسانا وكتابة، اخترنا اللسان واخترنا أيضا الكتابة بجوج في إطار تفسير ما هو مبهم، القول الحقيقة، هذا هو اللي كيهم هذا البرنامج. هذا برلمان راديو يقدم تهانيه الحارة لطاقم البرنامج الأسبوعي المتميز نخرجوا ليها ديريكت. سنة من العطاء، سنة من التحليل، سنة من المعلومات القيمة وتصحيح المغالطات، سنة من التطرق إلى أهم القضايا الآنية الوطنية، سياسية كانت أو اجتماعية أو لها أبعاد أخرى، سنة من تحقيق مشاهدات عالية بفضل السياسة النزيهة وتطبيق التفكير النقدي في تحليل القضايا. برنامج نخرجوا لها ديريكت يطفئ شمعته الأولى، فهنيئا لكل خبراء والأساتذة الأفاضل. الأستاذ عبد العزيز الرماني خبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإعلامي ومقدم برنامج نخرجوا لها ديريكت. الأستاذ عبد الفتاح زهراش محامي وحقوقي وخبير في برنامج نخرجوا لها ديريكت. الأستاذة كريمة سلامة محامية وخبيرة في برنامج نخرجوا لها ديريكت. الأستاذة مريم بنين مديرة نشر برلمان.com وبرلمان راديو. وهنيئا للطاقم التقني، عز العرب بناني حميد، ثريا الكبسي، اسماعيل الرميدي، وهنيئا ايضا للكاريكاتوريست المبدع المصطفى انفلوس.